السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءه قويه وجديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج الحوت. صل على الحبيب يا برج الحوت عليه افضل الصلاه والسلام. كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. ركز معايا كويس جدا انت في قراءتك، واللي ينطبق عليك انزل قوله لي في الكومنتات. هنشوف مع بعض دلوقتي ايه الاخبار وايه الطاقات اللي عندنا. برج الحوت، اللي مطلوب منك التركيز، وان شاء الله باذن الله ما تلاقيش غير الفرح والسعاده. تاريخ الفيديو انا قلته لك، اخر الفيديو هنقول الرساله القويه اللي هترد على الامنيه اللي انت هتحطها في بالك او اللي انت هتفكر فيها. يلا بينا بقى عشان ما نكترش مع بعض في الكلام، بس ما تنسوش طبعا تقولوا لي رايكم في القراءه بتاعتنا النهارده لانها هي هتكون قويه جدا بسم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ما شاء الله، عندك عمل، خبر، علاقه، تجديد في اكتر من حاجه. خلص صبركم، الصبر عندكم خلص، خلص خالص، ما بقيتوش تصبروا على اي حد تاني. عندكم تغيير، تغيير جديد، طاقة ما شاء الله عليكم. عندكم تغيير مكان وفرحة حلوة. انتوا حاصل عندكم زعل، الزعل اللي انتوا فيه ده حرب ما بين الاخرين. انتوا قلبكم طيب جدا، طيبة قلبكم دي بتوقعكم في مشاكل. انتم حاليا مفيش حد معاكم، عمالين تجسفوا، عمالين تتجاهلوا، عمالين ترموا، عمالين تبعدوا، عمالين تمشوا، بتعملوا حاجات كتيرة جدا. في ناس عايزة توقعكم في اخطاء انتم ملكمش اي علاقة بيها، لكن بفضل ربنا هيكون في حظ حلو. انتم هنا في سفر، في لقاء حلو جدا، خطوبة، زواج، ارتباط، الحياة العاطفية هيكون فيها استقرار بشكل كبير جدا. اي نعم الرزق قليل عندكم، لكن الحياة العاطفية هتكون فرحة. عندكم طريق سفر، طريق السفر ده هيكون مفتوح بشكل كبير جدا لان الاسم عندكم مفتوحة. كمان في حد هيرجع لكم وهيطلب منكم السماح لكن انتوا هترفضوا. عندكم حد من الاهل تعبان صحيا وانتوا مش عارفين تعملوا فيه ايه او عارفين تتعاملوا معاه ازاي. انتوا ناويين على سفر، والسفر ده هيكون تغيير او هيكون فرحة او نقلة. في حد اذيكم، حد اذيكم عندكم، والحد اللي اذيكم ده اخد منكم حاجات كتيرة جدا. مين الحد اللي عندكم اخد منكم مال، اخد منكم فلوس، ضحك عليكم، عرف فعلا يدخل من باب الحنان والحب واتأذيتوا منه. خدوا بالكم، العمل عندكم هيتحسن لان انتوا عندكم عمل جديد او انتوا في امور تجديدة. عندكم في مجال الشغل في نفاق، في حد بيغير منكم، في مواجهة عندكم، فلازم تخلوا بالكم. في حاجة قوية جدا هتحصل لكم الفترة دي لان ربنا عارف قد ايه انت اتظلمت، وعارف قد ايه انتوا فرقوكم ما بين الاحبة. في ناس بتحكي عليكم كلام ما حصلش، كلام ملوش اي علاقة، فانتوا ما تدوش اهمية للناس دي لان طول ما انتوا بتدوهم اهمية طول ما انتوا بتتخانوا وبتتظلموا. خدوا بالكم ان انتوا هنا هيكون عندكم رد اعتبار، وهيكون في صلح مع ابراج ناريه، صلح مع ابراج ناريه بس من بعد تعب، يعني مش على طول هتصالحوا. في زياره للعيله، في رساله عندكم حلوه هتحل لكم مشكله بينكم ما بين اخ او اخت. في طاقه جديده، في محكمه، والمحكمه دي هيبقى في كلام جديد. البعض منكم ممكن يكون عنده رجوع في الحياة العاطفية، في شخص ظلمكم، الشخص اللي ظلمكم ده هيرجع لكم وهيحاول يرجع لكم حقكم لان انتوا بتدعوا عليه وبتقولوا احنا يا رب رمين حمولنا عليك، فمستنيين ان انت تدينا طاقتنا. عندكم عتاب مع صديق او مع حد، او تصفية حساب مع حد. في ورق عندكم في المحكمة هيخلص، وفي رجوع حق زي ما قلت. انتوا مستنيين بشرة، مستنيين رزق، انتوا داخلين على فترة اوراق كتيرة عندكم، في امور عندكم، في حاجة فاقدينها هتلاقوها، فخدوا بالكم من نفسكم. الرجوع عندكم اسمة رجوع مفتوحة، اسمة زواج مفتوحة. لو في زعل ما بين الشريك في صلح، لو انتوا مستنيين لقاء او مستنيين حد يرجع لكم فانتوا اسمة الرجوع مفتوحة. بس دايخ ما نخلوا بالكم لان انتوا في دوامة حاليا، مش عارفين تاخدوا نفسكم، في ضيق وخنقة، والضيق والخنقة كاتم على نفسكم حتى في التفكير. بسم الله ما شاء الله عليكم.
في انتوا هنا هيبقى في ورث هتتكلموا عليه وهتاخدوا حقكم، او في حاجة بتدوروا عليها هتلاقوها، في اطفال هتنور حياتكم. بس في واحدة ست بتتفق عليكم علشان تأذيكم، خدوا بالكم، لان الست دي مش كويسة. الست دي عمالة تدور لكم على حفرة، او بتدور على مكيدة توقعكم فيها، يعني زي ما بيقولك الست دي شر، فاحذروا من شرها، لان شرها بيبقى كذب والناس بتصدقها. عندكم انقباض قلب، قلبكم بينقبض كده من غير اي سبب، في زعل في صدركم، وزعل بسبب تفكير او بسبب الالم اللي عمال يزيد، لكن بفضل ربنا، ربنا هو اللي هيزرع جواكم طاقة جديدة، وطاقة الشفاء اللي عندكم من حد من مريض ربنا ده اللي هيدبرها. تطورات جديدة في حياتكم مبشرة بالسعادة وفرحة لقلبكم، لان انتوا هنا داخلين على تجديد. نيتكم دايما ما بين الاخرين نية جميلة، نية صافية، ما بتحبوش ابدا ان انتوا يعني تتكلموا عن اللي مش في ايدكم، انتوا بتحبوا دايما تساعدوا كل الناس، لكن ما فيش حد بيساعدكم، ودايما ده اللي بيحصل عندكم. فلازم زي ما انتوا تساعدوا ادوا وخدوا، ما تدوش بس، انتوا ضحيتوا كتير، والتضحيات دي واضحة عندكم، ضحيتوا من اجل الاخرين وعملتوا حاجات كتيرة جدا، بس ما فيش حد ضحى عشانكم. بلاش تحكوا عن اسراركم وحزنكم، يا ريت تداروا شوية الفترة دي حرفيا، لان انتوا هيكون عندكم راحة بال، في علاقة غامضة مش عاجباكم وما فيهاش توازن. خلي بالكم لان انتوا هتزوروا مكان جديد، خلي بالكم كمان ان في حاجة مستخبية عليكم، والحاجة المستخبية عليكم دي انتوا هتكتشفوها وهتحطوا النقط على الحروف خلال ايام معينة، وهيبدأ التوازن عندكم، وهتبطلوا تضحيات، ما هتبقوش زي الاول. في حاجتين عندكم هتحصل، حاجتين هيفرحوكم، خلوا بالكم، لان انتوا الوجع اللي في ظهره وفي المعده ده مش عاجبكم ومش عارفين تعملوا ايه. عندكم كمان شخص هيقف ضدكم، حد كبير في السن، بحد ده من الاهل هيقف ضدكم في موضوع او في كلام او في حاجه معينه هيقف فيها ضدكم، وانتوا الكلام مش هيعجبكم، هتحسوا انه في حاجه غلط، وبعد كده هتاخدوا قرار بخصوص حاجه جديده. كمان انتوا هنا محتاجين تظبطوا اموركم الماديه شويه، لان ظهر لكم قوي الفتره دي تغيير حلو، او طاقه جديده، او توازن في اكتر من حاجه، طاقتكم كلها بتدل على الخير. عندكم اشاره روحانيه بمولود جديد او بطفل جديد، مش عارفين الطفل ولد ولا بنت، بتسالوا اسئله كتيره، فياريت تخلوا بالكم من نفسكم وتخلوا بالكم من الحمل لو انت حامل، وما تعمليش مجهود، لان المجهود بيتعبك نفسيا. المنفصلين هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، انتوا داخلين في طاقه جديده، بس في شويه اعراض بتظهر لكم، في شويه توتر، في مكالمة انتم مستنيينها، والمكالمة دي هتكون بسم الله ما شاء الله عليكم هتحمل ليكم زيارة، او هتحمل ليكم نقلة. اهتموا بصحتكم واهتموا بنفسكم، وبعدوا عن اي حد ممكن يلعب بمشاعركم. اموركم الفترة دي في حاجات كتيرة جدا هتحصل، وهتخلوا بالكم، لان انتم هتكون متعرضين للغدر، بس بفضل ربنا ان انتم هتخلي بالكم اشد ان انتم عن الاول، ففي حاجة حلوة هتحصل لكم. والحاجة الحلوة اللي هتحصل لكم دي، رغم ان في زعل جواكم وشايلين هم الدنيا، رغم ان الحاجة دي هتكون باذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى جبر خاطر من عند ربنا، لان انتم زعلانين، والزعل ده مأثر عليكم، انتوا على موعد امور مستجدة، على موعد ان انتوا تشوفوا حكمة ربنا عليكم، ومحدش هيدبر لكم حياتكم غير ربنا. في قرايان فاتحة، يعني قرايان فاتحة انتوا بتفتكروا حد متوفي فبتقروا له الفاتحة، ممكن يكون عندكم دخلة خير حد فهتقروا فاتحة، الله اعلم، بس في حاجة انتوا هتقروا فيها فاتحة، وهتكون في امور مستجدة على جميع الاسر. انتوا كمان هنا مش عارفين انتوا بتتعاملوا بطبيعتكم ليه مع الناس الخاينة، لكن هي دي حياتكم، انتوا ما بتعرفوش تكذبوا، ولا بتعرفوا النفاق، ولا الكذب، ولا الخيانة، ودايما اللي على قلبكم على لسانكم، وصراحة جدا مع كل الناس، لكن انتوا في ناس ما ينفعش معاها الصراحة، ومش انتم بتحبوش الكذب، لكن يعني ايه، بتحبوا ان انتوا حياتكم تكون واضحة، وعشان كده قلقانين وخايفين على حاجة عمالة تتردد معاكم، او بمعنى اصح خايفين من اللي بتحسوا بيه بيحصل. فياريت تحذروا، وفلوسكم المتبخرة دي بالحسد الشديد حصنوا نفسكم. كمان انتوا هنا في حاجة هتحصل لكم ما هتكونش في الحسبان، الحاجة دي هتخليكم تفكروا كتير، والتفكير ده هيخليكم تاخدوا قرار حاسم، والقرار الحاسم ده هيكون طريق لبداية جديدة والمشروع جديد في حياتكم. وزي ما قلت التوازن اللي عندكم ده لازم يكون أمور مستجدة.
دايما راسكم مرفوعة، مهما تشيلوا هموم الدنيا، مهما يكون عندكم من ألم، من حسد، من غدر، من خيانة حواليكم، لكن راسكم مرفوعة، ما بتنحوش لأي حد. مهما يكون بتقولوا دايما الحمد لله، لكن تعرضتوا لغدر وسرقة. البعض منكم حصل عنده سرقة، والسرقة دي كانت من ناس ما كانش يتوقع أبدا إن هم يسرقوه، ناس نكرت جميلكم وأكلت خيركم وما تمرش فيهم. انتوا عندكم حيرة وتفكير رهيب رهيب جدا طول، يعني هم عمالين يفعلوا في حاجات وحشة اتجاهكم، لكن ربنا كريم عليكم، رميت همومكم ورا ظهركم وبدأتوا تشوفوا الحياة بشكل مختلف. في حد عندكم بيحاول يقرب منكم أو بيحاول يخدر بيكم من ناحية الحياة العاطفية، فعايزاكم تحذروا كويس جدا، لأن الشخص ده اتجاهكم نيته مش خير. في اسمه حرف الألف أو حرف الحاء أو حرف اللام، 3 الحروف دول في اسمه، يا ريت تخلوا بالكم منه. لو كان عندكم ال3 حروف دول في الشخص ده، هو بيستغلكم. حصل عندكم اكتر من علاقة عاطفية ومفيش اي استكمال ابدا، وعشان كده قررتوا في الانفصال او قررتوا ان انتوا تبعدوا. البعض منكم ممكن يكون عنده استقرار بس عنده شوية ضغوط، فيا ريت تخلوا بالكم. عندكم كمان هنا حظ، حظ حلو جدا، انتوا علاقتكم بالاخرين او علاقتكم بنفسكم روحانية جدا، والطاقة الروحانية بتكشف لكم دايما الغدر والخيانة. كمان البعض منكم عنده حظر، معمول لحد بلوك او معمول لحاجه مش فاهمه. عندكم واحده ست علاقتها بيكم حيه حيه، الست دي مقربه ليكم، دايما بتشككم في نفسكم، دايما مش حابه لكم ان انتوا تكونوا وشكم بيضحك. وراكم وراكم، وربنا ان شاء الله باذن الله هيكرمكم بتعويض حلو، لان التعويض ده هيكون خير. انتوا متكتفين الفتره دي بسبب ان انتوا خايفين من المستقبل، ما تخافوش من اي حاجه ابدا، رغم ان في ناس عايزه توقعكم في غدر وفي خيانه، لكن ربنا هيبعدها عنكم. انتوا حاليا في نار، حاليا في ضيق، حاليا مش مرتاحين ومش واخدين راحتكم بسبب الطاقات اللي عندكم، رميتوا ورا ظهركم اكتر من حاجه، لكن بفضل ربنا سبحان الله وتعالى ربنا كريم عليكم. في ناس حقودة وناس وراكم وراكم مش سايباكم في حالكم، يا ريت تحذروا بقى وتخلوا بالكم، لان انتوا عايزين تمشوا في طريق الخير. كل يوم بتعيشوا ألف ألم اشد من اليوم اللي قبله، وزي ما قلت خسرتوا الشريك، خسرتوا ناس كانت بتأذي فيكم. يعني انتوا ممكن تكونوا خسرتوا الشريك بسبب غدر، او انتوا قررتوا تخسروا الشريك بسبب اللي انتوا شايفينه منه، مش شايفين راحة ولا شايفين اي حاجة. محدش دمركم غير المقربين، المقربين هم اللي دمروكم نفسيا، لكن انتوا رفعتوا راسكم زي ما قلت، او انتوا دايما راسكم مرفوعة، وعشان كده عايزين تاخدوا حقكم من الشريك، لانه غدركم وخانكم وظلمكم، وبإذن الله ربنا كريم عليكم وهيعوضكم عن كل حاجة انتوا شفتوها في حياتكم. كمان البعض منكم هنا بسم الله ما شاء الله عليه، عنده نور من بعد ظلمه، عنده طريق جديد هيخطيه، عنده فرحه طال انتظارها، في تجديد حلو جدا ليك. اغلب الاوقات عندكم او اغلب تفكيركم بيكون صح، فما تخلوه، ما تشاركوش تفكيركم مع حد، لان ممكن اللي تشاركوا تفكيركم معاه ده يكون غلط وما يكونش صح زي ما انتوا فاكرين. اشد الناس اللي بتحقد عليكم هم اعدائكم. النعمه اللي في ايدكم هي صحتكم، وهي ان انتوا صحتكم دي بتقدروا تحققوا نجاحات كتير. وفعلا من بعد ما تعرضتوا لخساره او لغدر او لخيانه او اكلان حق، وقفتوا على رجلكم من جديد وقررتوا تدمروا اي حد يدمركم، قررتوا ان انتوا من اليوم ورايح مفيش اي حد هيسيطر عليكم غير نفسكم، وفي ناس كتيرة جدا بتكرهكم، فيا ريت تخلوا بالكم، لان انتوا داخلين على حاجات جديدة، داخلين على امور مستجدة الفترة اللي جاية بشكل كبير جدا. علاقة حب جديدة، مشاعر جديدة، كلمات، مكالمات حب، لقاءات بخصوص الحب. انتوا دايما بتحبوا تساعدوا الاخرين، لكن العلاقه الحب اللي عندكم دي هتكون فرحه وهتكون نقله جديده حلوه جدا. علاقات الحب دي هتكون مع حد انتوا بتحبوه جدا، حد انتوا شايفينه ليكم، ممكن يكون على برج العذراء، برج الثور، ممكن يكون في تجديد في علاقات، امور في الحياه العاطفيه، في خير جاي لكم، والخير ده متعلق بامور انتوا بتخططوا بتفكروا، رهب في امور عندكم جديده، في حية، والحية دي ما زالت موجودة وعمالة تلف حوالين رقبتكم، فيا ريت تخلوا بالكم منها، لأن انتوا معرضين للحسد الشديد. اليوم ده في طاقة جديدة، حياتكم المادية بدأت تتحسن، دايرة التفكير اللي عندكم ده والقلق والحيرة اللي عندكم بخلال فترة ربنا هيريحكم. في غلطة ندمانين عليها وبتدفعوا ثمنها لحد الآن،
الغلطة دي مأثرة عليكم في أمور كتيرة جدا. واحدة ست طويلة رفيعة، كل نظراتها ليكم حقد وغل وطاقة، انتوا مش مرتاحين. وزي ما قلت ان ملامحكم مش لطيفة بسبب القلق والحيرة. عندكم شراء وبيع مع ناس او شراء حاجات جديدة. الفترة دي انتوا مصدومين من حاجة، في صدمة اخدينها من ناس كتيرة جدا، لكن ربنا ظهر لكم الناس دي على حقيقتها، وانتوا زعلتوا جدا منها. في صداقة بعدتوا عنها، او حصل عندكم فشل في تقوية علاقة بسبب طرف تاني. قلبكم طيب، وده دليل ان انتوا بتقعوا في شر دايما من الناس اللي هي، او بتقعوا في الحفر اللي الناس اللي عندكم. الفترة دي انتوا في مرحلة صعبة، في ممكن يكون ابن تعبكم، شريك تعبكم، اخ اخت حد تعبكم، حد عندكم تعبكم بكل الطرق، وانتوا مش عارف يعني بتسألوه عملتوا ايه معاه، ودايما بتدخلوا في شد. الحد ده عصبي جدا جدا، العصبية بتاعته فيه اللي مكفيه. الحد ده ممكن يكون من الابراج الترابية تعبكم، فياريت تحذروا. انتوا طالبين من ربنا الراحة، طالبين من ربنا انه يقف جنبكم ويعدي الايام دي على خير، لكن الايام اللي جاية دي هتبقى فيه فرصة، والفرصة دي انتوا هتستغلوها. ليه هتستغلوها؟ لان هيكون في اشارة، حلم، تحقيق، الله اعلم. في حد عندكم هيسمعكم خبر حلو جدا بخصوص حمل، او انتوا هتسمعوا خبر جديد الله اعلم. في فرحة في ارض البيت هتحضروها الفترة دي، في ناس عايزة تطعنكم، الناس عايزة تغدر بيكم، عايزة تديكم ضربة تجيب اجلكم، لكن انتوا هتبعدوا عنها وهتكتشفوها. حد هيجي ويقول لكم الست دي خلوا بالكم منها، او فيها يعني حد هيجي يحذركم من حد، وانتوا هتسمعوا النصيحه وهتعملوا بيها. في ناس بتتكلم عليكم وانتوا ما بقيتوش يعني مش فارق معاكم، رامين ورا ظهركم، عايزين يخدوا بيكم. ليه؟ علشان الغدر والخيانه اللي عندكم منهم مش لطيف في اتجاههم. فيا ريت هنا تحذروا كويس جدا، لان ربنا هيكون عاطفي جدا عليكم الفتره اللي جايه، هينصركم ربنا على من عداكم، لان انتوا ماسكين السيف في ايدكم، ماسكين حاجة معينة في ايدكم. فيا ريت تخلوا بالكم بقدر المستطاع من نفسكم. انتوا اعلنتوا الحرب، اعلنتوا التغيير، اعلنتوا الطاقة الجديدة، اعلنتوا الاشخاص حاجات جديدة الله اعلم، بس حرفيا في اعلان ليكم جديد، او استقرار نفسي جديد، حياة جديدة افضل من اللي انتوا فيها. فما تقلقوش خالص، لان القلق اللي عندكم ده مسبب لكم ضغوط، مسبب لكم وجع في اكتر من حاجة، وعشان كده التفكير اللي عندكم صراع رهيب. هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، هتشتروا ذهب، هتشتروا بيت، هتشتروا ارض، هتشتروا مكان جديد، او هتروحوا مع حد يعزل، حد هيدخل في عزال، حد هيدخل في طاقه جديده الله اعلم. في طاقه جديده عندكم الفتره اللي جايه، والطاقه الجديده دي طبطبه عليكم، لان انتوا هنا مستنيين اي حاجه تفرحكم بشكل كبير جدا. الفرحه هتبقى ظاهره على وشكم، ربنا كريم وعاطفي عليكم، فما تسمعوش كلام اي حد ياثر عليكم بكلام سلبي، لان هنا انتوا واقفين ومستنيين النقلة اللي عندكم. النقلة دي هتكون خير وهتكون فرحة على جميع الأسرة بتاعتكم، بس انتوا ركزوا على تحقيق الهدف بس. كل يوم بتجددوا حياتكم، كل يوم بتجددوا حاجات جديدة، وعشان كده أصبحتوا لا مبالاة، ما بتوش تحاسبوا حد على حاجة بيعملها، وبدأت تحط خطوط حمراء كتير جدا ما بينكم ما بين التعامل، ما بقيتوش زي الاول، وبدأتوا تبعدوا عن اي حد بيأثر عليكم في اي ضغط نفسي. انتوا بتهربوا، يعني ما بقيتوش تعاتبوا، بقيتوا تهربوا، بتهربوا من اي حاجة، وبدأتوا تفضوا نفسكم لعبادة ربنا. في تليفون هيتصل، حد هيتصل بيكم وهتلغوا موعد، موعد دكتور، موعد جلسة، موعد حاجة هتلغوها، هتلغوا وهتعتذروا، وده هيكون افضل ليكم، لان نفسيتكم مش محتاجة الوقت ده. فما تقلقوش خالص، لان انتوا في حسن ظن نفسكم. ودايما اقول العصبية والصرصعة طول الوقت بتزعلكم. نهائي
علاقة سامة أو قرار هتاخدوه هينهي العلاقة السامة دي. ليه؟ علشان في عتبة جديدة أو في راحة جديدة. انتوا محتار، الحبيب أصلا محيركم، بس هو مشتاق لكم جدا، وكبرياؤه مخلياه واخد جنب، واخد ركن على جنب. هيجي وهيعتذر وهيقول ده ما حصلش مني أو كلام كتير جدا. وبفضل ربنا انتوا اللي هتكونوا منطلقين، انتوا جوه قلبكم عشق لا مبالاة من العشق ده، لكن في باب مازال مقفول عندكم. انتوا ممكن تكونوا دخلتوا في اكتر من علاقة، بس هي علاقة واحدة بس اللي مؤثرة فيكم لحد الآن، وهي اللي طافية النور اللي جواكم، وهي اللي مخلياكم لحد الآن بتدفعوا الثمن. صح؟ دي بقى بتحبوا الشريك حب لا مبالاة، عندكم الشريك ده بتحبوه حب لدرجة ان انتوا مش قادرين تستغنوا عنه، ومش قادرين تفكروا ان انتوا تبعدوا عنه. بتحطوا مقارنة دايما ما بين، يعني بتحطوا دايما مقارنة حاجات كتيرة جدا في حياتكم، لكن انتوا اللي بتصبحوا اكبر. دايما عندكم احداث جديدة، فلازم تخلوا بالكم من بعضكم. يعني لو انتوا عندكم اطفال تخلوا بالكم منهم، لو انتوا عندكم حبيب خلوا بالكم منه، لان الطرف التاني لو دخل في حياتكم بيأذيكم. فتخلوا بالكم وكونوا حذرين، وخلوا بالكم في حسن اختياركم مع الاضواء بتاعتكم. في عندكم عزال او فرش جديد او حاجة جديدة، ممكن تروحوا مع حد يعزل، او انتوا هتعملوا حاجات جديدة الله اعلم، بس حرفيا في اكتر من حاجة جديدة انتوا هتعملوه، والحاجات الجديدة دي هتكون يعني طاقة جديدة، خروج من ازمة، خروج من حاجة كسرة حاجة. في حاجات كتير هتستجد عندكم، واعتبارا من الفترة اللي جاية هتكون كل اشارة عندكم انتوا هتكونوا مركزين معاها، مع انكم دايما في حالكم ومع نفسكم، لكن في ناس مش سايباكم في حالكم وبيحسدوكم على كل حاجة. فخدوا بالكم من اي حقيقة او من اي حاجة عندكم انتوا بتحسوا بيها، واربطوا الاحداث، بس مش تربطوا الاحداث على نفسكم وانتوا اللي تتعبوا، لا، اربطوا الاحداث ان انتوا تفعلوا اشياء جديدة وامور مستجدة، وحالة الملل حرفيا والنوم اللي غير منتظم عندكم لازم تظبطوا أموركم، ولازم تطلعوا من أي حاجة مؤثرة على النفسية، لأن التأثير النفسي اللي عندكم مخلي العراقيل واضحة جدا في وشكم. كمان عايزاكم هنا يكون في طاقة روحانية جديدة، وفي حاجات عندكم هتحصل الفترة اللي جاية هتكون فيها استقرار اكتر من خطوة. الفترة دي هيكون فيها تحسين، في اسئلة كتير انتوا بتسألوها، مين اللي عندكم اللي انتوا يعني شايلين همه اكتر ما هو شايل نفسكم، يعني شايل هم نفسه طول الوقت، شايلين همه طول الوقت في امور عندكم. كمان هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، في حاجة هتفسروها الفترة دي بتجديد جديد او بحاجة جديدة، حرفيا حرفيا حد هيهديكم حاجة جديدة، ومن ورا الهدية اللي انتوا هتقبلوها هتسمعوا خبر نفسكم من بدري تسمعوه، لان انتوا بدأتوا تحسبوا الحياة بشكل مختلف. خلاص الامور اللي عندكم هيكون فيها تجديد وفيها استقرار نفسي، وحان الوقت ان انتوا تفعلوا حاجات جديدة، وما تتعصبوش على اي حاجة، لان النفسية بتاعتكم يعني هوا زي الهوا كده، اي حاجة بتأثر عليها، اي حاجة بتتعبكم، اي حاجة بتخذلكم. الحظ عندكم الفترة اللي جاية مفتوح،
الحظ عندكم في أمور فيها تجدي. ودلوقتي وصلنا للرسالة بتاعتكم، ناخد الورقة المستخبية. لا تقلق، الغيب الغيب في طريق إليك، سيعوضك الله عن صبرك وتحسين في عملك، وسوف تنول كل ما كنت تتمناه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نشوف ورقة تانية، ناخد برضو نفس الورقة اللي مستخبية. ستفرح وستنفتح لك كل الأبواب، وسيكون لك بإذن الله فرحة يحكي عنها الجميع والحظ إليك. قولولي بقى انتوا كنتوا من انهي رسالة، او من كنتوا من انهي ورقة. ربنا يكتب لكم الخير ويحسن أموركم كلها ويكرمكم من حيث لا تحتسب. تحياتي لكم، وأتمنى لكم كل ما هو جميل. ولو عجبتكم قراءتنا النهاردة ما تبخلوش عليا باللايك الحلو وبالتعليق الجميل.